مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم انتخابات مجلس الأمة 2012. اللي حاب يتواصل ويانا مشاهدينا الكرام ما عليك إلا إرسال مسج بحرف ميم أو أم بالإنجليزي على الأرقام الظاهرة على الشاشة. كذلك عندك التواصل الاجتماعي والفيسبوك والإيميل مال تلفزيون الشاهد برنامج انتخابات مجلس الأمة، والأخوان إن شاء الله في الكنترول راح يتجاوبون معاكم. مشاهدينا ضيوفنا لهذه الحلقة إن شاء الله بداية من الدكتور نزار ملا جمعة مرشح الدائرة الأولى، الضيف الثاني الأستاذ بدر الجيعان مرشح الدائرة الثالثة، الضيف الثالث الأستاذ عبد العزيز جمشير مرشح الدائرة الأولى. بداية مشاهدينا الكرام أرحب في زميلي وصديقي الأستاذ ناصر العطية، حياك الله. حياك الله أخوي بدأ، حييك وحيي كذلك متابعي تلفزيون الشاهد وبالأخص برنامجنا انتخابات مجلس الأمة 2012. شو قاعد ترجف من البرد؟ برد والله، والله برد. برد ها؟ إي والله برد. وهني بعد تكييف فوق روسنا الله يكون. وإن شاء الله الحلقة تكون ساخنة نتمنى عشان. إن شاء الله إن شاء الله. بداية مشاهدينا الكرام أرحب في ضيفي الأول لحلقتنا لهذه الليلة، الدكتور نزار ملا جمعة مرشح الدائرة الأولى، حياك الله أستاذ. الله يحييك. حياك الله دكتور. بداية الدائرة الأولى أعلن بعض المرشحين تحالفاتهم، طلعت عندكم تحالفات الآن؟ التحالف قائمتين، قائمة التحالف الوطني الإسلامي، التحالف الإسلامي الوطني، أحمد لالي وعدنان عبد الصمد، وفي قائمة كأنه تحالف بس لا ما شفت له إعلان لحد الآن، بس مقر مشترك شايف في منطقة بيان. منطقة بيان أي ما راح تحالف إن شاء الله؟ لا أنا ما راح أدخل مستقل إن شاء الله بالانتخابات. نعم، ما تلاحظ في صعوبة خاصة مستقل بالدائرة الأولى، والدائرة الأولى شوي قوية؟ الصعوبة مو في كوني مستقل، الصعوبة في كوني جديد على الساحة الانتخابية. نعم. مع أنه سبق لتجربة 2006 بس النواب السابقين لهم حظوظ أكثر كونهم متواصلين إعلاميا على فترة السنين الماضية. نعم. وتغطية هذا أعطاهم عمق اجتماعي كبير، وهذه الصعوبة اللي نواجهها كمستقلين وليست أن خلال تحالفات. التحالفات والقوائم أثبتت نجاح نسبي وليس نجاح مطلق، فلا يزال هناك الكثير من الناخبين لهم حرية الاختيار خارج نطاق. تراهن دكتور على الوعي الشبابي بعد الحراك السياسي انه يبون التغيير، هذا اللي تلامسناه من خلال حلقاتنا مع المرشحين؟ لا شك ان السجال السياسي اللي تم في الفتره السابقه افرز حاله من الاحباط في المجتمع خصوصا على المشهد السياسي، وهذا قاعد يوظف بطريقتين. هذا الاحباط الشباب قاعدين يتفاعلون من جانب ان سنذهب للتغيير، والكبار أتصور حسب ما تلمس من الدواوين أن التغيير بالمنهجيات والخطاب المعلن. فبالحالتين إن شاء الله نتوقع نسبة التغيير راح تكون مرتفعة هذه المرة. انتقدت دكتور النواب السابقين للدائرة الأولى وقلت أن أدائهم كان سيء. نعم، في ملاحظات كثيرة مو بالمطلق، يعني أنا ما أقول أدائهم سيء، في بعض القضايا الرئيسية اللي مرت بالبلد خصوصا من الفترة الماضية، الأحداث الأخيرة بالأخص، وبالأخص الأحداث الأخيرة. أتصور هناك عدم قدرة على التفاعل مع الحدث بما يتطلبه الحدث. أتصور كان هناك موقف صارم بالتوجه والاصطفاف مع حكومة الشيخ ناصر المحمد، وكان هذا ينقصه نوع من الدبلوماسية بالتعامل. هذا أحدث خلل في العمل البرلماني، وشفنا الانشقاق اللي تم بالبرلمان بين فريق معارض لسياسات الشيخ ناصر المحمد وفريق موالي تماما لشيخ. وأنا انتقدت بعض المواقف اللي شنو الانتقاد للطرفين اللي أعطيتهم؟ لا، الانتقاد أصلا في بعض المشاكل اللي أتصور كانت محقة من ناحية الفساد المالي والإداري اللي ظهر وقوى المعارضة أشارت إليه، في فساد في بعض التصرفات والقرارات اللي نتجت في قضية المرحوم أتصور الميموني والجريمة اللي تمت وبيان وزارة الداخلية الأولاني، في قضايا مشاكل شفنا أن نوابنا بالفزعة يصطفون اصطفاف ما كان موفق في القضاء، ولكن هذه قضايا جزئيات. الطابع العام عليها ما بان أن المصلحة الوطنية هي التي تقدم، بينما كانت مصلحة حماية الحكومة من أنها تنفرط. شنو أسباب الحماية؟ حماية الحكومة أسبابها وأهدافها، كان لهم هدف معين من الاصطفاف مع الحكومة؟ والله أنا الأسباب اللي ذكروها أنا لم أقتنع فيها حقيقة، يعني هناك
أسباب دائما تحاكم النوايا وتحاكم الأجندات وتحاكم المشهد ما وراء الطبيعة. أنا أشوف الأخوة المعارضة، الإخوان المعارضة اللي انطلقوا منها كانت قضايا في المجمل محقة، وكانوا يطالبون بإصلاحات وهذا دور عملهم، إلا أن كونهم أقلية تم حجبهم وتحييدهم من خارج اللجان، فما بات لهم صوت يقدرون يتفاعلون معه في الحدث. فللأسف جنحت الأمور إلى ما جنحت إليه ولجأوا للشارع، وأنا أيضا كنت معارض للجوءهم للشارع، ولكن رأوا أن باجتهادهم قد يكون اللجوء للشارع أنجع من أن يكونون محاورين داخل البرلمان ويثيرون حالة. بس دكتور يقول المعارضين تعبنا تحت قبة عبد الله السالم نناشد، يعني أخواننا زملائنا أعضاء مجلس الأمة اللي معاهم في عملية الإصلاح بالفساد اللي نشوفه في الوزارة السابقة، هذا اللي خلانا نخرج للشارع أو نعبر في آرائنا في ساحة الإرادة. كما أنت عارف العملية السياسية عندنا بالبلد واضحة، من 50 نائب يكفي نائب واحد عشان يعطل عمل البرلمان وعمل الحكومة. قادر عليه النائب هذا؟ نائب واحد إذا بس يكرر استجواباته عنده 16 وزير والملفات في الحكومة المترهلة المتباطئة المتراخية كثيرة، فيسوون هما يعني 20 عددهم مثلا، هما أقلية يسوون دور 6-7 يرتبون استجوابات على الوزراء يتعطل البلد كله، لأن الحين آلية الاستجواب فيها خلل، أن نائب واحد يقدر يستجوب من يشاء بما فيهم رأس النظام. فأنا أتصور كان بإمكانهم إرباك الحكومة وإرباك العمل السياسي وتعطيل المجلس من الداخل بقوة من دون اللجوء للشارع، لأن ذاك في بعض المساوئ والمضرات اللي قد لا نقدر نحتويها إذا ظهرت بالمشهد الشعبي. نعم، انتقدت دكتور نواب الدائرة الأولى بالأخص، بس أبي نعرف شنو المشاكل اللي كانت تعاني منها الدائرة الأولى أو اللي ما قدموها النواب للدائرة الأولى والقضايا اللي أهملت. لا، قضايا الدائرة الأولى ليست بمنأى عن قضايا الدوائر الأخرى، يعني نعم. إحنا نتعامل مع الوطن بمواطنتنا. الدائرة الأولى هي دائرة مكتملة الخدمات، يعني ما فيها، وهي قديمة والخدمات ما قاعدة تتحدث من وقت لآخر، فما في مشاكل نوعية مثل المدن الجديدة اللي قاعد تطلع وتنبني. مشاكلنا إحنا أغلبها يعني تتعلق في حقوق التعليم والصحة، وهذه نفسها يعني كلمة مستوى التعليم مستوى الصحة أداء الخدمات التجارة الاقتصاد التوظيف، هي نفس المشاكل اللي قاعد اللي يعاني منها باقي الدوائر كاملة. باقي الدوائر ما في خصوصية، لأن إحنا أصلاً بلد صغير والدوائر كلها متقاربة، وإحنا كنا في مدينة واحدة تقريباً وفي مركب واحد، فالقضايا مشتركة والهموم مشتركة بالدائرة. نعم، حتى خاصة من خلال زياراتك للدواوين الدائرة الأولى ما لاحظت إن في معاناة خاصة بأهالي الدائرة الأولى من خلال الزيارات أو المقابلات مع أهالي الدائرة الأولى؟ لا أبداً، القضايا نفسها الوطنية، التوظيف متأخر، الصحة والعلاج بالخارج، هي المشاكل المزمنة المتراكمة اللي تتكرر، وأتصور كل المواطنين قاعد يعانون منها، ما لقيت خصوصية خاصة في الدائرة الأولى. نعم، مشاكل مو موجودة. يعني خلنا ناخذك دكتور في جانب 50 نائب في المجلس السابق، قضاياهم كانت محدودة وليس على مستوى دولة، كيان دولة، هموم دولة، تنمية دولة، ما تلمسناه إحنا كمواطنين. نعم، أتصور مثل ما الكل عارف الرقابة طغت على البرلمان السابق، وذلك بسبب إهمال أو عدم قدرة الحكومة على قيادة البلد، يعني الكتلة الأكبر بالبرلمان هي الحكومة ومن تحالف معها من النواب، ولم يقدموا منهجيات وبرامج تسعى لتطوير البلد، والخطة التنمية التي قدموها كانت على أرضية من الفساد اللي ما حد قدر يحمي خطة التنمية ومقدراتها من أن تسلب وتنهب. موضوع الفساد ومكافحة الفساد تم إهماله والتراخي فيه منذ إقرار الحكومة والبرلمان مصادقة على اتفاقية مكافحة الفساد مع الأمم المتحدة العام 2006، وهذه عبارة عن حزمة متكاملة من القوانين التي تحصن المال العام، وشفنا أن الحكومة وتصور النواب أيضا يلامون بعدم الدفع بجعلها أهمية قصوى، لأن هذه مقدرات شعب، والمبلغ مثل ما تعرف 37 مليار هذا يعني لأجيال قادمة كثيرة. يعني احنا كمواطنين سمعنا ولا شف يعني شفنا وتلمسنا تنمية إنجاز قاعد يحصل في يعني أمام أعيننا. بحب أخذ رأيك بالنواب لدعات، بما أنك قاعد تطرق على الحديث عن نواب مجلس السابقين، يعقل أن مجلس أمة فيه قضية إيداعات مليونية؟ يعني قضية الإيداعات المليونية أخذت منحة أتصور غير المنحة اللي كان مفروض تأخذها، يعني
ما في شق قضاء جنائي أو شق قانوني يجرم أن الواحد تتضخم حساباته، فأخذوها بمنحة أن هي رشوة وما في سند قانوني يتهم أنها رشوة، وأخذوها بمنحة أنها غسيل أموال، وأيضا تبين أن أيضا هذه التهمة غير ثابتة، فهي استغلت وسيست إعلاميا. وأنا من جانب آخر أنظر لها، أنظر لها أن هذا دليل على قصور في التشريع، قصور في القوانين التي تقنن عمل أو الفصل، مبدأ الفصل اللي هو موجود في اتفاقية مكافحة، الفصل بين عمل النائب في البرلمان وممارسة التجارة من جانب آخر، أو تجارة مع الحكومة بالذات. يعني هذا مبدأ تعارض المصالح ينص عليه بالذات كذي، أنه لا يجوز للوزير ووكل الوزراء والمديرين ونواب البرلمان وأقربائهم من الدرجة الأولى بالمتاجرة مع الحكومة، لأنها هناك تعارض أخلاقي، لأن الواحد في موقع السلطة يمارس نفوذه اللي يرسل المناقصات على نفسه. يجرمها القانون دكتور؟ هذه اتفاقية القضاء، اتفاقية مكافحة الفساد مع الأمم المتحدة، إحدى البنود اللي يجب أن يسن قوانين لها بالدولة علشان تحمي المال العام، واحدة من هذه القوانين هذه. للأسف الاتفاقية أقرت 2006 وصادق عليها البرلمان، وست سنين مضت لا الحكومة دفعت بالقانون ولا اللي يحملون شعار الإصلاح ومكافحة الفساد فعلوا هالقانون. وآخر جلسة جاء بند واحد من الاتفاقية وهو بند كشف الذمة المالية بأثر رجل. ليش شفنا حالات فردية في عملية كشف الذمة المالية؟ ليش ما يكون عمل جماعي مطلوب من 50 نائب طبعاً يحطون طبعاً قانون إذا كانوا صادقين إن شاء الله، وإن شاء الله أنهم صادقين يحطون هذا القانون؟ أنا لا أعلم ليش هي ما صارت أولوية، بس يعني سمو الأمير الحمد لله رب العالمين التفت، لأن هذه ترى من 2003 الدولة موقعة مع الأمم المتحدة إن راح نسن قوانين تجرم وتسمح وتتيح كشف الذمة المالية، حماية المبلغ، حق الاطلاع والنزاهة، وأيضا حق مبدأ تعارض المصالح اللي ما لا يجوز للمتنفذ أن يتاجر مع نفسه بالدولة، يعني هو حاميها فيجب أن يكون حاميها فعلا وليس هذا. المشكلة أن احنا مو عارفين ليش ما كانت أولوية وفتح المجال لأن أنت يتم الانقضاض على خطة التنمية وتوزيعها بسرعة هائلة، خصوصا أول سنة وزعوا 17 مليار كأن على مشاريع ورقية بالدرجة الأولى لم نراها على أرض الواقع. فهني التفتوا الإخوان بالبرلمان أن ها يجب أن نضع هالأرضية القانونية علشان لا نجعل من يتصرف فيها ما عنده الأمان اللي ممكن تحمي الخطة التنمية من التصرف فيها بدون وجه حق. يعني طيب دكتور، التعرض إلى قضية الإيداعات المليونية وخاصة بالوقت الحالي، يعني خاصة لبعض النواب، لاحظ أن راحوا للنيابة وعرضت عليهم الشكاوي، بس الناس للحين ما انطرت رد النيابة أو انطرت القانون شنو يسن عليه، فنلاحظ شنو أسباب أن القضية عرضت بالوقت الحالي؟ يعني كانت مسببة؟ نعم، اتصور فيها تسييس كبير. يعني انا تابعت القضيه ووصلتني اخبار من داخل التحقيق ومن الاخوان اللي المحامين القائمين بعضهم عليها، ان اولا النيابه مرتبكه وما عندها ماده للادانه حقيقه، والارضيه القانونيه غير موجوده. ليش عمليه كشف الحساب البنك نفسه؟ اي لا، هو ما يعتبر ادانه. احنا قلنا تضخم الحساب ليس جريمه، الجريمه تصنف من بابين، الأموال. إيه، غسيل الأموال لها مظاهر، مظاهرها أنها كاش يدخل على الحساب وبدون سند أن مصدر المال، مصدر المال وفي الغالب يختفي بنفس اليوم. واللي تم استدعاء بهالباب هذا يعني مجرد أنه جاب الأوراق للبنك والبنك بنفسه يبلغ المركزي أنه خلاص عرفنا مصدر الأموال، فحتى شبهة غسيل الأموال ما استطاعوا يثبتونها. فهو كان القصور، أنا أتصور أنه لو كان في مبدأ أن النائب لا يسمح له بالمتاجرة مع الدولة، يسمح له أنه يتاجر مع القطاع الخاص، ما عندنا